نبقى في المملكة العرب، بس خلوني بس أعلق على شغلتين بس قبل لا أنسى. في الخبر اللي نشرت الشرق اللي هو كان تصريح الوزير العدل، ويقول وزير العدل أنه يعني الظالم عندما يحكم عليه يغضب من القضاء. هو لا، أنا أقول لك يا معالي الوزير، ترى أيضا المظلوم في السعودية يغضب وينتقد القضاء. والظلم ترى أشكال في موضوع القضاء تحديدا، وأنا أعلم أن معالي الوزير يدرك ذلك. ليس الظلم فقط أنك تحكم حكم ظالم 100% وغير عادل أو غلط 100%، لكن أيضا من الظلم عندما يكون هناك قضيتين متشابهة جدا ويكون في تفاوت كبير في الحكم بين منطقة وأخرى. وطبعا لما يسمعون القضاء مثل هذا الكلام ولا الوزراء ولا يقولون هذه اسطوانة مشروخة ومكرورة، وهذا غير صحيح، هذا لا يزال موجود. كل الناس تفائلوا بالدكتور العيسى، ولا زال هذا التفاؤل موجود أنه يصير في تقنين للقضاء، يصير بلد متحضر من بلدان العالم الأول، 1+1=2، في قانون مكتوب. المليارات هذه اللي يقرها الملك عبد الله بن عبد العزيز، 7 مليارات أو 8 مليارات، نشوف انعكاساتها يعني واضحة وجلية. هذا أمر مهم. أيضا مسألة مهمة جدا، وهي الـ يعني اعتقاد القضاء النزيه، ترى هو اللي يصنع حصانته، والحصانة لا تصنع أنك تقول هذا القضاء له حصانته. والنزاهة القضاء لا تأتي أنه نقول والله قضاءنا نزيه، لا، الناس تحتاج إلى شواهد. هناك شواهد إيجابية صحيح، ولكن نحن نتحدث في عام 2012، يعني لابد أن يكون منظمين، لازم يكون في محاكم متخصصة، لازم الناس قاعد يكثر عددهم، نسبة عدد القضايا كبيرة جدا، عدد القضاء قليل، احتكارها في تخصص معين غير منطقي، لم يعد منطقيا، لأنه العجلة تدور والعالم قاعد يتطور من حولنا، وحنا لازم لسه نتحاور في دائرة ضيقة وغير إيجابية. لذلك الحقيقة أتمنى من وزير العدل أن يهتم بهذا الأمر، ويكون واضح، ونشوف فعلا تطبيق حقيقي أو تقنين القضاء واضح وفعلي. الدستور نشر الله ما اختلفنا، ولكن نريد أن يكون مكتوب وواضح حتى ما يكون مزاجية القاضي تتحكم في الأحكام. خلف الحربي المقال تحدث عن وزارة التجارة، وإحنا وقال إنه نسمي يشيل حرف التال مربوط، يعني وزارة التجار، وهذا يرد دائم في البرامج الحوارية من ضمنها يا هلا. ونتائج القضايا اللي نناقشها تتفق مع خلف الحقيقة، لكن ترى الناس وقانون التشهير، ترى الناس ما تنتظر إنك أنت يا وزير التجارة أو وزارة التجارة تشهرون بعامل اللي يبيع كاس سمنت ولا سمنت حتى في الباحة، لا، الناس تنتظر أنك تشهر برجل أعمال معروف، تقدم الدولة من هنا رفع رواتب وهو من هنا يرفع الأسعار بدون مبرر. طبعا احنا نعرف أنه في أحيانا ارتفاع موجة ارتفاع في العالم، والتاجر السعودي من ضمن رجال الأعمال في العالم صحيح، ولكن في أشياء ليست منطقية. التاجر السعودي إن انخفضت يرفع وإن ارتفعت يرفع، يعني هو الرفع هو يعني دائم مرفوع، فهذه مشكلة أخرى. لذلك الحقيقة نتفائل أيضا بالوزير الجديد، وسعداء بأن الوزير الجديد الحقيقة ليس رجل أعمال سابق، بل لديه إنجازات وينتمي لجيل الشباب، فنتمنى الحقيقة، ما نقدر نحكم عليه، لكن نتمنى في الفترة المقبلة أنه نشوف تشهير برجل أعمال ظلم الناس وما ويعني وزاد ألم الناس المسحوقين. نبغى هذول رجال الأعمال يتم التشهير فيهم، نبغى الشركات اللي المخالفة يتم التشهير فيها، ما نبغى. وبرضو الناس اللي يغلطون من بالأفراد ما عندنا مشكلة، بس إن يكون الأساس هو الفرد وعامل ولا واحد صغير، لا، نبغى الناس اللي أصبحوا قوة كبيرة وخلقوا حولهم هالة، نبغى جرأة الوزارة والوزير تظهر علينا، لأنه هذا وقتها. ترى إذا نحب بلدنا ونبغى نحافظ عليه، لابد أن تكون قراراتنا شجاعة، ونكون عادلين، ونطبق إرادة الملك، ونحترم شعبنا. ونشوف الآن السعودية بالأرقام هذه المرة وليس بالكلام.